والله الحمد لله، يعني ربنا سترها كده في التمرين وكان في جزع. ان شاء الله هقعد شهر ونص، ممكن يعني زيادة شوية، بس الحمد لله يعني ان ربنا سترها. كنا متوقعين حاجة اسوأ من كده، بس الحمد لله يعني ربنا سترها. يعني والله احنا قعدنا مع بعض وتعهدنا ان احنا هنقاتل لغاية اخر دقيقة، وان احنا هنموت نفسنا، وان احنا هنلعب مع بعض، وان احنا يعني احنا احسن. والحمد لله ربنا اثبت ده، لان احنا فرقه كل الناس عارفه ان احنا يعني بنحب بعض، وان احنا يعني بنموت نفسنا. فالحمد لله ربنا كرمنا النهارده. والله انا بشكرهم قوي، يعني يمكن الماتش اللي فات كان انا عارف ان هم ما كانوش عايزين يشجعوا عشان اللي بيحصل في فلسطين. ربنا يصبرهم يا رب. النهارده بشكرهم فعلا فعلا، يعني لولاهم ما كانش الماتش مشي كده. هم بيدونا الدفعه، هم اللي بيخلونا نموت نفسنا في الملعب كده، فبشكرهم ومستنينهم في الفاينل بقى ان شاء الله.